تعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية غدا الخميس مؤتمرا صحفيا في مكاتبها في الناصرة احتجاجا على منع الشرطة عقد اجتماع يهودي عربي دعت له المتابعة لمناقشة الوضع السياسي ومعارضة الحرب والمس بالمدنيين، كما أفادت لجنة المتابعة في بيان صادر عنها. وذكرت لجنة المتابعة أن هذه الخطوة خطيرة للغاية وتعبر عن تفاقم الهجمة المعادية للديمقراطية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من كفر كنا منصور دهامشي، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سابقا. أهلا ومرحبا بك أخي منصور. أهلا وسهلا أستاذ شاكر، أهلا بك وبجميع المشاهدين. بداية أطلعنا على تفاصيل هذه القضية. يعني للأسف لم نتوقع يعني في أسوأ الحالات أن تمنع حكومة إسرائيل وشرطة بن غفير عقد اجتماع عربي يهودي مشترك لإخراج يعني موقف ولحديث وتبادل حوار عربي يهودي في ظل الحرب، ومن أجل يعني أن نصل إلى صيغة مشتركة أمام الجمهور العام، حديث عقلاني، المطالبة بوقف الحرب ويعني لإخراج المنطقة من حمام الدم الذي تشهد في الآونة الأخيرة. هذا كان الهدف الأساس من الاجتماع، ودعينا له يعني شخصيات ديمقراطية يهودية التي يعني من الممكن أن توافق على هذا الموقف، وهي تطلق موقف عقلاني يعني لا ينسجم مع المينستريم أو مع الإجماع الصهيوني في هذه المرحلة، وهناك حاجة لقول الحقيقة وقول الموقف العقلاني، الموقف الصادق، الموقف الذي يمثل الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، وهو إخراج المدنيين من دائرة الصراع، وقف الحرب حالا، والتبادل الأسرى والمعتقلين. هذا يعني المطالب الأساسية التي كنا نتحدث عنها. نعم. وإنهاء الاحتلال، يعني هذه الأساس لكل حل ممكن أن نصل إله من دائرة الصراع هذا، ولوقف دائرة الصراع. نعم. والقتل وسفك الدماء. الآن بعد ما وصفت كل ذلك، ماذا أنتم فاعلون؟ يعني أولا الشرطة لم تمنعنا من عقد الاجتماع العربي اليهودي فحسب، إنما أيضا منعت عقد اجتماع جماهيري شعبي لأبناء شعبنا يوم السبت في إحدى القاعات في منطقة شفا عمر، وهي لا تريد يعني لأي صوت أن يخرج يطالب بوقف الحرب. يعني مطلب واحد وحيد، وقف الحرب، لا تريد أن تسمع هذا الصوت، ولا تريد لشعبنا أن يعبر عن موقفه وعن رأيه، ولذلك هي تقوم باعتقالات حتى على الإعجاب في بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وعلى تعبير أو على مدونة تكون في الفيسبوك أو تكون في الإنستغرام حتى لو كانت قبل الحرب يتم اعتقال صاحبها والتحقيق معه. لذلك يعني نحن دعينا إلى مؤتمر صحفي غدا لنطلق صرخة ضد هذه الإجراءات، ضد هذا الأبارتهايد والإرهاب الذي تمارسه حكومة بن غفير نتنياهو ضد المواطنين العرب وحتى ضد اليهود يعني الديمقراطيين. هناك يعني تم فصل مديرة مدرسة، تم فصل واعتقال بعض المناهضين للحرب، وهذا التصرف لم نشهده إلا في الحكومات الدكتاتورية وفي ظل الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. هل صادفتم هذا المنع يعني وضعا كهذا في مرات سابقة؟ بتاتا، يعني هذا ما يفاجئ، أنه هذا لم يحصل بتاتا في السابق. هذه سابقة خطيرة جدا ضد التعبير عن الرأي، والتعبير عن الرأي بصورة سلمية، بصورة يعني عقلانية، أنا يعني أسميها عقلانية مسؤولة. نحن نتصرف بمسؤولية لحماية أبناء شعبنا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى لأنه نعبر عن موقف صادق وأمين ضد استمرار المجازر. نحن لا نريد للحرب أن تستمر، نحن نعم نعارض الحرب، نحن نطالب بالسلام ونطالب بحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة، ولذلك هذه المطالب عادلة وهذه المطالب طبيعية. نعم. وهي يعني تأتي في سياق في ظل الحرب، وهناك مجموعة من الديمقراطيين اليهود الذين يوافقون على هذا الموقف وهم داعمون لهذا الموقف، ولذلك قلنا يعني من الضروري في ظل هذه المرحلة العصيبة أن يكون هناك يعني جلسة حوار
ما بين العرب الديمقراطيين واليهود الديمقراطيين ومن يناهض الاحتلال من الجانبين، ولذلك تم الدعوة. عندما منعونا نحن يعني أعلننا عن عقد هذا المؤتمر لإخراج الصيغة الصحيحة لكل ما كنا ننوي أن نعمله، وما يتم إجراءات من قبل الشرطة ومن قبل الحكومة ضد أي تعبير عن موقف أبناء شعبنا وموقف أخ منصور دهامشي، بتقديرك لأي مدى ممكن أن يؤثر حراك جماهيري عربي يهودي على الحرب ومجرياتها؟ يعني أولا نحن لا ندعي أننا سنغير مجرى الحرب، ولكن ندعي بأن هناك حاجة لأن تكون كلمة حق تخرج من قبل المجتمع الإسرائيلي، وهي بداية لتوعية وبداية لتعبئة جماهيرية ضد استمرار الحرب. نحن قلنا بشكل قاطع المطلب الآن هو وقف الحرب، ومن ثم المفاوضات والحديث والحوار، هذا المطلب، ونريد أن يستمر هذا الشيء يعني أمام كل الجمهور الإسرائيلي عربا ويهودا. هذا ما نسعى إليه، ونحن يعني مستمرين في هذا المطلب من أجل أن نصل إلى الهدف، أن يكون هناك إجماع كبير جدا من قبل أبناء شعبنا ومن قبل أبناء الشعب الإسرائيلي الذي يطالب بوقف الحرب. الحرب لن تجدي نفعا ولن تأتي بأي حل. حل النزاع لن يكون من خلال الحرب، إنما من خلال الحوار ومن خلال المباحثات ومن خلال عملية سلمية تصل إلى إحقاق الحقوق الشرعية والواقعية لشعبنا الفلسطيني. أخ منصور، سؤال أخير، يعني ماذا بشأن الاعتقالات في صفوف مواطنين عرب بشأن منشورات على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني هذا أيضا ما ذكرته من ضمن المطالب المباشرة لنا وللاجتماعاتنا وللجنة المتابعة. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، موضوع يجب معالجته حالا. التصرفات عنصرية فاشية ضد أبناء شعبنا، إذا كان من الطلبة في الجامعات أيضا يتم اعتقال وإبعاد من الجامعات حول تعبير بسيط جدا عن موقف، وهناك ملاحقات لفنانين ولأبناء شعبنا يعني من الناس المؤثرين والناس الأكاديميين حول مثل هذه المدونات. نحن نطالب بوقفها حالا وتغيير التصرف، هناك حرية تعبير، وهذا الشيء الأبسط والأقل ما يمكن أن يكون في دولة تدعي أنها ديمقراطية. شكرا لك منصور دهامشي، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، سابقا تحدثت إلينا من كفر كنا، شكرا لك. أهلا وسهلا، شكرا. أعزائنا المشاهدين، نتوقف الآن مع فاصل إعلاني ثم نعود ونتابع.